لو بتقابلك مشكله ان النت عندك ضعيف وعايز طريقه بسيطه تحل لك المشكله دي بدون برامج، تابع الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم معانا في فيديو جديد من قناه عجم ستامبايل. النهارده معانا فيديو جديد عن طريقه زياده سرعه الانترنت بطريقه سهله وبسيطه جدا ومش هنستخدم اي برامج. بس كده قبل ما نبدا الفيديو، لو زي ما بنقول كل مره بقى، المحتوى اللي احنا بنقدمه عن اضغط وقت للموبايل وحل مشاكل الموبايل وعمل ريفيوهات للموبايل، اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، واعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا. قبل ما نبدا الطريقه، هنخش نقيس سرعه النت عن طريق اللي احنا هندخل على جوجل. هو الموقع ده اللي من خلاله هنقيس سرعه النت قبل وبعد الطريقه، فهيخلص وهرجع له. فيلا بينا نعمل الطريقه ونرجع نقيسه تاني. كل اللي عليك هتدخل على الضبط، وهتدخل على الاتصالات وعلى واي فاي، وكل اللي عليك اللي انت هتضغط ضغطة مطولة على الشبكة اللي انت بتستخدمها، وبنعمل ادارة ضبط الشبكة، وبنعمل عرض خيارات متقدمة، وبنعمل اعدادات الاي بي هنعملها ثابت. هنروح عند الدي ان اس 1 وهنمسح الرقم ده اللي هو 48 ده، هنمسحه وهنكتب مكانه 208 نقطة 67 نقطة 222 نقطة 222. ده في الدي ان اس 1، وبرضو هنمسح الدي ان اس 2 وهنكتب 208 نقطة 67 نقطة 220 نقطة 220 بالشكل ده. وكل اللي عليك اللي انت هتضغط على حفظ، وهتلاقي الشبكه بتاعتك عملت كونكت من جديد. ودلوقتي يلا هنروح نقيس سرعه النت بعد الطريقه. فالطريقه دي مهمه جدا، لازم تعملها، هتفرق معاك وهتسرع معاك النت. فهنقيس سرعه النت وهيخلص وهرجع له. زي ما انتوا شفتوا كده، سرعه النت بقت 8.4، فطبعا زادت من 5.9 ل 8.4. فالطريقه دي هتسرع لك نت اللي عندك بطريقه كبيره جدا. لو المشكله مش في الشركه تتواصل معاها، لو مفيش ضغط على الشركه دي والنت هو اللي ضعيف على موبايلك، ان شاء الله الطريقه دي هتنفع معاك وهتسرع لك النت بشكل كبير. فبقى لو جربت الطريقه ونفعت معاك، ما تبخلش علينا باللايك. ولزي ما بقول بقى كل مره، مهتم المحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل باطل الموبايل وحل مشاكل الموبايل وعمل ريفيوهات للموبايل، اشترك في القناه، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، واكتبوا لي تحت في الكومنتات لو في اي مشاكل بتقابلكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.